تعالوا هنوريكم هنعمل ايه. عندنا في الصعيد يا جماعة او في وجه قبلي لازم في العصر بنشرب زي ما بيقولوا كده شاي العصرية. شاي العصرية ده لازم تشربه بعد العصر، اول ما يأذن العصر كده وتصلي العصر تمام، تقوم تعمل كوباية الشاي بتاعك وتشرب شاي العصرية ده. تعالوا هنوريكم هنعمله ازاي، يلا بينا. بصوا يا جماعة انا هنعمل كوباية الشاي دي على الكانون تمام. تعالوا بقى هنوريكم هنعمل الكانون ازاي وهنعمل كوبايه الشاي ازاي، خليكم معايا تمام. دلوقتي احنا هنتلافى بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده تمام، وهنعمل ايه، هنعمل الكانون بتاعنا، يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا هنعمل الكانون بتاعنا هنا في المكان ده تمام، زي ما انتوا ايه شايفين كده تمام. هنتلافى بقى ايه حجرين تاني بس يكونوا كبار شويه تمام كده. ما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتشربوا شاي العصر ولا لا. اهم حاجه تشير الفيديو ده عشان نطلع ترند. دقيقه بس خليكم معايا كملوا باقي الفيديو. احنا دلوقتي بنعمل الكانون. الكانون ده كانوا بيعملوه الناس اللي هم الناس اللي هم القدام، كانوا بيطيبوا الاكل بيطبخوا عليه. لو معك كوبايه شاي بتعملها، معك اي حاجه بيعملوها فين؟ على الكانون اللي احنا بنعمله ده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه كانون تمام. خليكم معايا بقى هنوري لكم هنجيب الحطب ازاي وهنولع ازاي اوه همبليلا. تمام انا دلوقتي مش عارف اتلافى، مش عارف اتلافى طوب كتير عشان انا ماسك التليفون بصور بايد تمام وبتلافى بايد تمام. احنا كده مش عايزين غير ايه، غير طوبة واحدة تاني بس تمام. هتلافى طوبة من هنا تمام. كده اتعمل الكانون بتاعنا المتواضع، كده اتعمل الكانون بتاعنا المتواضع. تعالوا بقى هنجيب ايه عشان نولع الكانون ده. هنجيب تمام بصوا بصوا الحاجات دي تمام تمام. عايزيننا بقى ايه، تعالوا كده بصوا احنا هنولع هنولع الكانون بتاعنا بالحاجات دي تمام. هنقرب كده ايه، هنقرب الطوبه تمام كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة باي 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 أحلى كوباية شاي تشربها في العصرية، احلى كوبايه شاي تشربها في العصريه. طبعا عشان الجو حر والجو كاتم عندنا ف وش يطلع بالمنظر ده تمام. يا لهوي اقسم بالله من احلى كوبايه الشاي اللي انا شربتها في حياتي الكوبايه دي. اقسم بالله يا جماعه طعم مختلف، طعم مختلف، جربوها تدعوا لي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي انتوا منين تمام.